أكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه اعتزاز مملكة البحرين بعلاقات التعاون والصداقة التاريخية الوثيقة التي تجمعها بجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، والتي تشهد المزيد من النمو والتطور لا سيما في مجال التعاون الدفاعي والعسكري. جاء ذلك خلال استقبال صاحب الجلالة في مبنى القيادة العامة هذا اليوم الفريق أول طيار مجاهد أنور خان رئيس هيئة أركان القوات الجوية الباكستانية بمناسبة زيارته للبلاد، حيث نقل إلى جلالته تحيات وتقدير فخامة الرئيس عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية ودولة السيد عمران خان رئيس الوزراء، وتمنياتهما الطيبة للمملكة وشعبها بالمزيد من التقدم والنماء، فيما كلفه جلالته بنقل تحياته للرئيس الباكستاني ورئيس وزرائه وتمنياته لشعب باكستان الشقيق بدوام الرفعة والازدهار. رحب جلالته برئيس هيئة أركان القوات الجوية الباكستانية وأشاد بالمستوى المتقدم الذي وصل إليه التعاون المشترك في الجوانب الدفاعية والعسكرية، معربا حفظه الله عن تطلع المملكة لزيادة حجم هذا التعاون وتطويره بما يعود بالخير والنفع على البلدين الشقيقين، ومؤكدا أن مثل هذه الزيارات تعكس الحرص المتبادل على تعزيز التنسيق الثنائي بما يخدم الأهداف والتطلعات المشتركة. أشاد جلالته بالنتائج المثمرة للزيارة الرسمية الناجحة التي قام بها دولة رئيس وزراء باكستان مملكة البحرين الشهر الماضي، والتي عززت من الشراكة القوية بين البلدين. من جانبه أعرب رئيس هيئة أركان القوات الجوية الباكستانية عن بالغ اعتزازه بالدور الكبير لجلالة الملك المفدى وجهوده في تنمية وتطوير العلاقات البحرينية الباكستانية خاصة في الجانب الدفاعي والعسكري، ومؤكدا السعي المستمر لترسيخ دعائم التعاون مع المملكة بما يخدم مصالح البلدين ويلبي تطلعات شعبيهما.